لو الحكاية فيها إن فيديو أيضا ناس كتير سلمت في هذا الدور. أنا لابد أن أنا أذكر بالشكر والامتنان دولة الرئيس المهندس الشيخ إسماعيل. هذا الرجل العظيم أحد عظماء مصر. ده كان سند وقوي ودرع قوي لوزارة الثقافة في كل الأمور اللي قبلها. وأيضا لابد أن أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة اللي منحها لي شخصيا لما فضلت وزير، وعلى الدعم الضخم اللي أنا أخذته أنا متأكد أن الوزارة سوف تكون أكثر نجاحاً وسوف تكون أكثر تألقاً مع وجود الدكتورة إناس عبد الفتاح. مش كأننا زملاء وأصدقاء، ولكن أنا سعيد وفخور إن أنا عشت وشفت اليوم أن تكون في امرأة مصرية على رأس وزارة الثقافة. أنا كنت بنادي من البداية وأنا صحفي إنسان، وكنت بنادي في مناديك وأنا وزير، والحمد لله إن هذا تحقق. وأنا سعيد وفخور أن تكون هذه السيدة التي تربعت على عشرات الكتلة المصرية وحولتها إلى مؤسسة عالمية بكل المقاييس، ليست مؤسسة مصرية وليست مؤسسة عربية ولكن مؤسسة عالمية.